نظمت القائمة الإسلامية في جامعة الكويت ندوة شارك فيها عضو مجلس الأمة الدكتور خليل أبول. وأكد أبول خلال الندوة أن مرافعته في جلسة استجواب وزير الإعلام السابق كانت نابعة من موقف مبدئي وليس مع طرف ضد طرف آخر. أكد عضو مجلس الأمة الدكتور خليل عبد الله أبول أن الموقف الذي اتخذه في جلسة استجواب الوزير الحمود جاء منطلقا من المبادئ وليس تأييدا للوزير. الدكتور خليل وخلال استضافته في الندوة التي أقامتها القائمة الإسلامية بجامعة الكويت أكد أن قضية الإيقاف الرياضي لا يتحملها الوزير الحمود بمفرده. نحن كنا ضد الاستجواب، معارضين للاستجواب، ولسنا مؤيدين للوزير أو معارضين للأخوة المستجوبين، لأن نعتقد أن هناك موقف مبدئي. نعتقد أن قضية الإيقاف الرياضي والأمور هذه كلها ما يتحملها الوزير بمفرده، هناك آخرون أيضا يتحملون، وبالأحرى هناك آخرين يتحملون هذه وزر أو يتحملون تبعات هذه المسألة. أبول أكد أن جلسة الاستجواب حفلت بالكثير من التناقضات لدى بعض النواب الذين اختلفت الشعارات التي أطلقوها خلال الاستجواب عن مواقفهم السابقة. أنا كان عندي مشكلة مع التناقض الذي رأيته من البعض من المستجوبين والبعض من النواب في القاعة، عندما نرفع شعار ملاحقة الوزير أو محاسبة الوزير على ملاحقة المغردين. أنا أعرف بعض من يستجوب أو بعض من هو يؤيد لهذا الاستجواب ولهذا المحور، هو من يدعو لملاحقة المغردين وسجن المغردين وغيره. الدكتور خليل أكد أن أجواء جلسة الاستجواب كانت مختلفة منذ البداية، إلا أن ذلك لم يجبره على تغيير موقفه لأنه ينطلق من الموقف المبدئي. منذ اللحظة الأولى في يوم الاستجواب كان مبين أن هناك جو متغير عن اليوم اللي قبله، هذا أنا لمسته شخصيا، ولو كنت أنا مع الوزير أو ضد الوزير أو كنا ندخل في حسبة استجواب وحسبة انتخابية لتراجعنا عن المرافعة، لكن إحنا الموقف كان موقف مبدئي، والموقف المبدئي لا يحتمل أنك تتراجع عنه، لا يمكن. أبول أكد أن الحكومة بتشكيلتها الحالية لم تكن قادرة على حماية نفسها من الهجمات النيابية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب عليها لمزيد من الهجمات. يفترض الحكومة تتعاون مترضخ، في فرق وايد بين تتعاون وترضخ، ويفترض نتفق احنا كلنا على الأولويات ونتجه في محاولة لتطبيق القوانين والمشاريع والاقتراحات بما يرفع من شأن الدولة ويرفع من مستوى الدولة. لكن إذا كانت الحكومة في كل مواجهة سياسية راح تتراجع، أعتقد هذا غلط. أبول دعا السلطتين للتعاون من أجل الإسراع في إقرار القوانين التي يحتاجها المواطن خلال الفترة القادمة، لأن إمكانية إبطال المحكمة لهذا المجلس واردة جداً.